صراع الفيل والحمار للفوز بالولاية المتأرجحة على أشده، خاصة في نيفادا. حسم نيفادا تحت رحمة أصوات عمال الكازينوهات، خصوصاً في لاس فيغاس، بسبب وزنهم الانتخابي الثقيل القادر على تحويل دفة الأمور من الديمقراطيين نحو الجمهوريين أو العكس. فنقابة عمال الكازينوهات والفنادق تضم 60,000 عضو، وبذلك فهي مؤسسة بأهمية حقيقية في الغرب الأمريكي، إذ سمح وزنها الانتخابي لهيلاري كلينتون في 2016 ثم لجو بايدن في 2020 بالفوز في الولاية بفارق ضئيل عن ترامب. كما أنها صوتت للديمقراطيين في الدورات الانتخابية الأربع الأخيرة بعد أن كانت تؤيد الحزب الجمهوري منذ أواخر الستينيات حتى أوائل القرن الحالي. نيفادا من الولايات القليلة التي يمكن أن ترجح كفة أحد الطرفين، إذ يعيش 75% من سكان هذه المنطقة الصحراوية في لاس فيغاس. الولاية لديها 6 أصوات في المجمع الانتخابي وتمثل هدفاً لترامب وهاريس، وقد تكون النقطة التي ستحسم السباق بأكمله. بلال البجديني، العربية.